احتفلت القوات البرية الملكية السعودية بمحافظة جدة باختتام سلسلة البرامج التدريبية المقدمة لمنسوبيها، والتي نظمت بالتعاون مع مركز التآلف للاستشارات الأسرية بالوقف العلمي بجامعة الملك عبد العزيز بجدة. أرقام مرعبة في قضية الطلاق، قضايا متعلقة بالعنف الأسري، كلنا يدرك حجم وأهمية الأسرة كونها النواة الأولى للمجتمع، وكون على عاتقها يعول نهضة البلاد وتمكين العباد. من هنا كانت هذه الشراكة النوعية التي انطلقت، وكان هدفها الأسمى أن نصنع متخصصين في مجال الاستشارات الأسرية. تعرف الإنسانية في تاريخها أساسا يبني نهضتها ويخلد أمجادها كالعلم، ولم يعرف في تاريخ الأمم معول هدم أسقط الحضارات وبدد النهضات كالجهل. فبالعلم تحلق الأمم وتعلو حتى تبلغ ذرى المجد، وبدونه تهوي في مراتع الجهل والتخلف. وصدق الله القائل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وإحنا سعيدين ونفتخر بهذا الشيء، ونقول لكم أهلا وسهلا، هذه جامعتكم ومرحبا فيكم، وأي حاجة تستطيع أن تقدمها الجامعة ثقوا ثقة تامة أن احنا معاكم في قارب واحد، ونتشرف بخدمتكم في أي حاجة تحتاجونها. هذا رسالة وتكليف من معالي مدير الجامعة بلغكم إياه، فأهلا وسهلا، أنتم أصحاب المكان ونحن الضيوف عندكم. لدينا الكثير مما الذي سنقدمه، ونتطلع إلى أن حتى ذهابنا إلى بعض المناطق النائية بترتيب معكم على رأسها المناطق التي في الحد الجنوبي، مفخرة لنا أن نكون شركاء في هذا العمل. تنوعت البرامج المقدمة وسلطت الضوء على جوانب مختلفة تتعلق بتأهيل المتدربين على التعامل مع القضايا الأسرية الشائكة، ومعرفة وسائل تحقيق الاستقرار الأسري والتوازن المجتمعي. القوات البرية ممثلة في الإدارة، إدارة الشؤون الدينية للقوات البرية، وضعت وانبثق من خلال التعاون والشراكة بينها وبين هذا الصرح الشامخ جملة من البرامج والأنشطة، وهذه باكورة تلك البرامج والأنشطة. فهناك كان ثلاث مستويات دورات، كان فيها نقلة نوعية ورائعة جدا للمتدربين الملتحقين بهذه الدورات، حيث تم اكتساب جملة من الخبرات والمهارات والأساليب التي صقلت الموهبة. هذه الدورة والتي جمعت بين إدارة الشؤون الدينية القوات البرية وكذلك الوقف العلمي بجامعة الملك عبد العزيز، هذه الدورة مميزة للغاية، استفدنا منها على المستوى الشخصي فائدة كبيرة، ونطمح بإذن الله تبارك تعالى أن ننقل هذه الخبرات والمهارات إلى وحداتنا ومنسوبي قواتنا البرية بإذن الله تبارك تعالى. للمشكلات بمنطوق علمي، ما هو بخبرة وخلفيات حياتية تعودت عليها وبقراءة، لا، وإنما بقواعد ونظريات علمية وأسس تمشي عليها، وبعدين تشوف الحالات التي تعرض عليك وتقدم لها الحلول المناسبة. فالدورة قدمت لنا يعني في بمستوياتها المختلفة، قدمت المهارات عديدة ومعلومات مفيدة في الجوانب المتعددة فيما يخص الأسرة، سواء في الجوانب الصحية أو الاقتصادية أو الجوانب القيمية أو جوانب التربوية أيضا كذلك، قدمت لنا مفاتيح أساسية للتعامل مع مختلف هذه المشاكل داخل نطاق الأسرة. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. بالعلم تنهض الأمم وترقى الشعوب وتسمو المجتمعات. لقناة أقرأ من مدينة جدة، منصور جبر.